montage de très important dans les cartes électroniques. Alors, quand c'est l'oscillateur qui figure l'horloge, le clore, timer, alors c'est un oscillateur électronique et un circuit dont la fonction est de produire un signal. Il y a un signal électrique périodique, de forme sinusoïdale, carré, donc de cycle, qui me sert de l'effort. Un oscillateur peut avoir une fréquence fixe. Entre quoi de fréquence fixe ou là, plusieurs fréquences. Il y a une résistance variable, une mille variable, j'ai créé plusieurs fréquences. Très variables fréquences. Alors, le montage de Langevin-Hulme avec le circuit intégré, le but toujours du circuit intégré. Alors, le circuit intégré, on trouve le circuit NE555. Alors, je vous mets le branchage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À deux fois 8 pins. Un fils, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre le laser. À l'aise. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 لا 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 تكون 5 8 ديما كنقول الاكس بوكا ديما الان على ديال شي يعني ويزعنا 6 7 هذا تسمى تمبوريزاتور كيخدم في فريكونس في الطون عندنا لي فريكونس الوغ بالنسبه للمونتاج اللي غادي نخدمو نشدو السيركو ديالنا غادي ان نديو على لاماس لا مونتاج ديالنا هو هذا مونتاج هو هذا هنا لويت والكاب غنلقاوهم خيط وغنديهم لي بليس بي سي سي باغ اكزومبل واحد سانك بوت الان غنديو على لاماس صحيح دو سيس سون لي غنلقاوهم دو سيس نلقاوهم ونديرو معاهم كوندونساتور شيمي و ريزيستانس بالنسبة سات غنديرو مع ريزيستانس و شي بلوس سات ريزيستانس و شي بلوس هذا هو المونتاج ديالنا و الطروة غنديرو فيها ريزيستانس و ليد هي صافي 470 اوم واحد ريزيستانس ساقع عندكم و ليد هنا ريزيستانس غنديرو سات هنا غنديرو 10 كيلو وهنا ريزيستانس هنا 10 كيلو وهنا ريزيستانس اخرى 10 كيلو ريزيستانس ديال 10 كيلو هذا هو المونتاج ديالنا وهنا كنلاحظو بان ديك كتكريوتي ديبوندون دي فالور ديال هاد ريزيستانس الوغ كيما باش شفتو في البوليكوب ديالكم راه عندكم هنا واحد فورميل واحد الفورميل خصكم تبعوها باش تعرفو لا فريكونس اف كتساوي كتساوي 1.49 سوما هذا ار ان زائد جوج ار بلس دو ار بلس دو مضروبوش سي يعني لو بغينا نعرفو الفريكونس لي كيخرج هاد الأوسيلاتور كناخدو هاد ار ان و ار دو و الكومبونساتور لي عندنا هنا باغ اكزومبل الكومبونساتور لي غنخدمو بيها دابا غنخدمو ب 470 ميكرو فارد ولا 100 ميكرو فارد نديرو 100 ميكرو فارد صافي الوغ إلا بغينا نخرجو لا فريكونس ديال هنا عندنا اف كتساوي 1.49 مقسومة على ار ان شحال فيها 10 كيلو 10 كيلو زائد جوج ديال 10 كيلو هي 20 كيلو نضربها في 100 نضربها فاش؟ 100 دابا هادي خصنا نحولوها عندنا 470 تما دايرين 470 في الشمال 470 نديرو 470 احسن في الشمال علاش؟ 470 ميكرو ولكن بالنسبة لهنا خصنا نحولو الفرد خصنا نحولو من بعد نحولو من الأوم الأوم صافي الكوندونساتور قلنا شحال فيها؟ 470 ميكرو 470 ميكرو فرد اللي هي 0.0 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
سومالي شحال تساوي هادي 30 كيلو هي 30000 اون نضربو في 0.0 7 80 فرق دابا خرجوا لي شحال تخرج وعلى سنة تضرب لي بشكل عام ها لحد عامل هاد لي ريزيستونس دابا اون جينيرال لي ريزيستونس كيختار بحال شي قانون ولا كيفاش لا زيدي على دابا تقدر تحدد لافريكونس تقلب على لا ماشي غير ماشي غير في هذا كاين فورميل ضروري فورميل ما تيبقاش حتى هي ريزيستونس ضروري كاين فورميل باش تعرف شنو بغيتي انت صافي باش ما تبغاش يلا حاول دابا بليز بغينا ناخذ النار ديالك رجعت 0.01 هرتز ها؟ لا لا صغير 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 غنديرو ويت ديوال البيس كارتين ديوال البيس غنديرو الاخر ديوال المقاص شنو اخر عندنا عندنا 2-6 غنديرو واحد الخيط نديرو خيط 2-6 شنو هاد ما يفشو غندير واحد الريزيستونس هنا ديال 10 كيلو وديوال 7 10 كيلو فيها مارون بار اورانج عندنا ريزيستونس اخرى غتكون من 7 من 7 ل 6 حتى هي فيها 10 كيلو بحال هاد هنا غنديرو كوندوساتور ديوا نمو وهنا طلب غنديرو ريزيستونس ونديرو اللاد ديالنا اللاد ديالنا بشكل مختلف اكثر من 170 اه هادي 470 دوا المونتاج العصاب هذا المونتاج دابا البروسه واش ديرو ديما ياك اه دابا البروسه تاع النهار واحد جوج صافي هو حمق ها هو حمق لا قد بقى شي تمنيه الفورمه قبيله كانت عندنا سينا واحد سينا واحد زيرو تحوى ميكرو فارات الفارات تخرج لنا زيرو في بيركيل 1 هرتز نقلبوا على الطون تي ايكال ان على اف واحد واحد تساوي 10 سكوند 10 سكوند الشيما هذا هي الشيما درنا كيما هي ها هو هذا كتفا 10 سكوند وكتشاف 10 سكوند هذا هو الدور ديال التايمر يدير واحد الفريكونس الفريكونس كتخرج من التايمر الوغ 5 هنا ما استعملناش كنقولوا بان 5 نو كونيكتي نو يوتيليزي يعني ما استعملناش دابا لي طونسيون غتلقاو كي فار 2 3 6 و 7 صافي غتعمرو 100 دي طونسيون لو موان غديرها مع الموان ديال لاليمونطاسيون غتعمرو في لي بي ديال السيركل في هادي في هادي في هادي صافي خدم في هادي النقطة ما كيعطيش 10 سكوند ها لا خدم فيها ماشي ماشي هي 10 هي 10 سكوند
شرحتيها دلتي كومبو